أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز ترديد الأذان في الأماكن المخصصة للوضوء؟ إذا كان قصد السائل الحمامات المراحيض، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى سنية ذلك، ومن أهل العلم من يمنع. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته ما رد عليه، ثم ذهب إلى جدار فتيمم عليه ثم رد عليه واعتذر. هذا إذا كان يقضي الحاجة. أما إذا كان في مكان الوضوء اللي بعيد عن المراحيض، نعم يردد، يعني هو ويتوضأ سمع المؤذن يردد. يعني أغلب الأسئلة تأتي وين؟ في المراحيض التي داخلها المغاسل، وقضى حاجته وبدأ يتوضأ في المكان الذي قضى فيه حاجته. الراجح نعم، لأنه يعني يجوز له أن يأتي بالتسمية، ولو ردد خلف المؤذن لا حرج في ذلك.